السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه الناس اللي بتحبني وبحبهم وبيتابعوني وكل اللي بيشوفوني؟ وحشتوني قوي قوي. انا النهارده انا عامله لكم هنعمل شوربه خضار السريعه جدا. ده كان كيس خضار متقطع، بس ما بيبقاش عليه بطاطس متقطعه بالطريقه اللي انا عايزاها، فانا قطعت عليها بطاطسيتين زياده انا اللي مقطعاه، بس هو الكيس الخضار اللي هو اللي بيبقى متفرز، وحطيته هو كده، وحطيت عليه، دي اسرع شوربة خضار بقى، حطيت عليه ثوم مفروم، وانا مجهزة هنا شوربة من الفراخ دي، اللي هي شوربة الفراخ اللي تمشي قوي مع نزلات البرد. مجهزة هنا، بصوا هنا الناحية دي، دي ايه دي؟ دي فرخة، شوربة فراخ بالطريقة اللي انا بعملها، اللي هي بتبقى ضد نزلات البرد وبتبقى قوية جدا. بصوا حتى قوامها عامل ازاي، دي اللي انا هاخدها واحطها على شوربة الخضار. بصوا بيبقى قوامها، وبصوا عاملة ازاي. هسيب لكم برضو اللينك اسفل الفيديو، طريقة شوربة الفراخ دي انا عملتها ازاي. فانا هاخد شوربة الفراخ دي لاني عايزة شوربة الخضار دي تبقى مغذية وحلوة وتحمينا من نزلات البرد، فهاخد دي هو اللي انا هحطها على شوربة على الخضار بتاعي. وطبعا دي انا متبلاها بقى ومظبطاها، ويعني متظبطة اهو، هاخد كده منها اهو وهنزل بيها كده على الخضار بتاعي، والباقي طبعا هنسيبه طبعا ايه، نشرب شوربة الفراخ اللي هي ضد البرد وضد الانفلونزا، طبعا مغذية ومعروفة. بس هي يا دوبك، هي طبعا شوربة الفراخ دي كانت واخدة كل حاجة، توابل وبصل وكل حاجة، هتشوفوا طريقتها في اسفل الفيديو اللي انا عاملاها. هعمل انا ايه بقى هنا؟ هحط رشة بس من الفلفل الاسود، لان هي كده كده شوربة الفراخ زي ما انا قلت فيها ايه، فيها كل حاجة. هحط فلفل الاسود وهقلب، وطبعا الشوربة كانت متملحة بس ندوق ملحنا، وهحط رشة من جوزة الطيب. وطبعا برحلكم اللي عايز يحط رشة جوزة الطيب يحطها، بس انا بحب احطها اهي، رشة بس بسيطة كده من جوزة الطيب بس، وهسيبها بس تغلي. وخلصت على كده شوربة الخضار اللي هي اللي معمولة بشوربة خضار الفراخ، وسهلة جدا وصحية وضد نزلات البرد، تحفة. جربوها وان شاء الله. انا ما قطعتش لا بصل ولا اي حاجة، لان انا عندي كده كده كل حاجة عندي في قلب شوربة الفرخة. هشوف، هحط لكم الفيديو وتفرجوا عليه. وادي شوربة الخضار بتاعتي اهيت، وهنحط رشة كمون زيادة برضو، بس رشة من الكمون، وما نزودش بقى البهارات، لان كده كده احنا مظبطين الشوربة، شوربة الفراخ بتاعتنا متظبطة فيها كل حاجة، شوفوها. وهقلب كده وهسيبه يغلي، وما نسويش الخضار قوي عشان ما يفقدش المعادن والاملاح اللي فيه، يعني ما نسويهوش الخضار قوي، بالعكس ده بيبقى طعمه حلو، مش لازم يبقى دايب كده، بالعكس لما يبقى فيه حتة من ال مش قرقشة قوي، بس بيبقى مش مهري قوي، بيبقى طعمه احلى. خلاص اهي شوربة الخضار اهي بتاعتي خلصت. انا بحب احط في الاخر كده تبقى ريحتها زبدة، قطعة من الزبدة مش كبيرة، يا دوبك قد كده يعني اقل كمان من معلقة صغيرة. لما بتتحط كده الزبدة من غير ما بنشوحها ولا حاجة وتسيح كده على راحتها، بتبقى الاكل ريحته، ريحة الزبدة الحلوة، وبكمية قليلة، يعني انا حاطة اقل من معلقة بس، بتعزز الطعم وبتدي طعم حلو قوي. حطيت عليها عودين من الكرفس. الخضار عامل ازاي؟ الخضار هنا ما سويتوش قوي، يعني بيبقى هو ده تسوية الخضار الصحي، مش نهريه، بيبقى طعمه احلى. حطيت عليها عودين كرفس، وربنا يا رب يحفظنا كلنا يعني من نزلات البرد، ودي بتبقى حلوه قوي من نزله البرد. لها معموله بشوربه الفراخ اللي انا عملتها لكم، بتاعت اكسير البرد دي، اللي هي ضد البرد وبتعالج البرد والانفلونزا كعلاج مساعد. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي، ونشوفكم الفيديو الجاي على خير، في حفظ الله، مع السلامه.